بعد هذا ننتقل إلى جزئية أخرى في رسالة الأخ أبو أسامة، يقول: أثناء الحج وجدنا شمسية ملقاة على الأرض فأخذناها، هل علينا شيء وهي ما زالت موجودة لدي؟ الشمسية إذا كان لها قيمة لا يجوز أخذها من الحرم، من أرض الحرم، إلا لمن يريد أن يبحث عن صاحبها وأن يعرف عليها حتى يجدها صاحبها. وكذلك اللقطة في خارج الحرم إذا كان لها قيمة فإنه لا يجوز أخذها إلا لمن يريد تعريف بها والتوصل إلى صاحبها إلى أن تمضي سنة وهو يعرف عليها وينادي عليها. وأما لقطة الحرم فإنها يعرف عليها دائما، لا يتقيد ذلك بسنة، قوله صلى الله عليه وسلم عن الحرم: ولا تحل لقطته إلا لمنشد، أي لمن يريد أن يعرف على اللقطة وينادي عليها حتى يجدها صاحبها. والشمسية التي أخذتها إذا كان لها قيمة فإنه يجب عليك أن تردها وأن تسلمها للجهة المسؤولة عن الأشياء الضائعة للحجاج، لأن هناك جهة مسؤولة في مكة تستلم الأشياء الضائعة للحجاج من أجل إيصالها إليهم مهما أمكن ذلك. نعم.